بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج في بيوت الفنانين. هذه الحلقة الثانية من الجزء الثاني من برنامج في بيوت الفنانين. استضفنا لكم فيها فنان كبير غني عن التعريف، معروف بالتمكن من الردات، ومعروف بالتشوعير، ومعروف على النوم الفنانين اللي اجمع بين الأصالة والمعاصرة. ايش توقعوا المشاهدين اذا الفنان لطيتكم عنه الصفات، ايش توقعوا على انه منه؟ هو الفنان المتميز والكبير محمد والحمبارة. محمد مساء الخير. مرحبا وسهلا وهلا. محمد شماسي عندك اعلنك ضيف الحلقه الثانيه من الجزء الثاني من برنامج في بيوت الفنانين. والله الا اني مرحب بكم، والله الا انها زين عندي قال حلقه وعليها انت. شكرا الحقيقه، والله ذاك اللي يزيدها. شكرا. برنامج عندك انت وانا مولي قاعد فخور به. شكرا. محمد السؤال كالعاده، محمد توعى انت مع الصباح؟ انا حمد ربي وشاكر وماني من اهل الصبيح، اصحابي قاعد كاملين يعرفوا هذي. لا الترك لا قد كترر دي ماتين فرض علي من نوعه في صبحي ونصلي ونتي ونصطبح. تصور هذاك عندي شمل الهم قيس ونمشي نعدلو، والله ما هو عندي مولينا بقى في الدار نستراح وتو. يا قارم المفروض عن حد بيت في حافل والله في ندويه يرقد، شنو الرقاد فيما عقب ذاك؟ ما نرقد بعد الصبيحه. لا ورا الصلاه، ورا الصلاه برنامج الرقاد. نعود بيت بحفله. بيت سهران فيها قطعا على اني نعود القايل نفوت نتقدم نطرح راسي نستراح. والله عييت مولي نعود ما عندي شي من الهم عدلو. نفوت الناس توعى نصطبح ونتي يضحى الوقت، يضحى الوقت نطرح راسي نرقد. يعني اود قريب من اللي قايل انه عمود ما عندك برنامج الفنانين على واحد ينفوتوا من الصلاه والصبوح عنده وقت محدد للرقاد يرقد يعني من العاشره الى الثانيه والله الخامسه، ما لك من كل برنامج الفنانين عندهم ذاك البرنامج؟ لا 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 انا الحمد لله ما تريت في سنه قبال. الحمد لله راجل كبير شيبان عدت الحمد لله. يرقد التلله الشباب انا ملهم. محمد شنو تعاملك مع الاسره في البيت؟ تقعد معاهم ولا عندك جانب الله خاص على انك فنان وعندك بلاصه خاصه فهم؟ والله الا نقعد معاهم ونرد انا وهم، منهم عنده مشاكل يطرحها علي، مشاكل الدار ومشاكل حياتك في البيت كحياه موريتاني بسيط كامله الطبيعيه، ما عندي شيء ما هو الطبيعي. ما عندكم حارس عند الفم ينطال ولذن يخشور؟ لا 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 لا. ما عندك بيت ولا قاعة تستقبل فيها الناس اللي له تناديك ولا شيء؟ ما الله ما الله ما الله. لا لا حد جاني نقيس به صالون، هذا الصالون اللي احنا فيه ضرك ونستقبل فيه الناس وذا الشيء. من الناس ما يقدر حد يستقبله بيت رقاد ولا بيت ما هو من بيوت الدار الاخرى يستقبل الا في مكان مضبوط ذاك والصالح. محمد من دراك انك تتعامل مع الخلق اللي يناديك في تلفون ولا تتعامل الا في الدار؟ فيه اللي يجيني نتعامل معاه في الدار، حد 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 ما نعرفه نقول له لا يجيني في الدار. وحد الصانه هو متعارفين نقدر نتعامل معاه في التلفون، يعني كافي من التلفون لين يتلفن لي. محمد الى جا حد غياب حد من العمال اليوم من الايام، من دراك كانت قد تزاول شيء من عمل الدار؟ ذاك هون الحمد لله للدار يعدلوا ذاك كامل، وقتنا وقت العمال مديمشين هون اهل الدار يتباركوا مع امورهم يعدلوها يطيبوا قدهم شاهم المراه والطافيلات الحمد لله. انا قايل لا تعين عليك انت كانك، شنو العمل من ولقد تتقن اذا تباركت معه؟ انا ما خالق صشي تطياب ماني من اهله. وتايم ولي ماني من الخلق اللي صار لي تي عندي نعامل حد به الا نرد معه وتو والله لا قبات روح سواء. محمد الى غياب حد من التركشور المدرسه والله عيطوا للمدير، من درى كانت قيس المدارس تدخل؟ والله والله ما عندك هاك العناء عند الفنانين. انا نقيس المدرسه ونجل المدير ونشد معاه اخبار الطافيلات الحمد لله. وتو ذاك كامل اللي يالله يعدل يقول لي هو نعدل وتو نعدل. محمد تقيس المرس؟
والله الحمد ربي وشاكر لله نقيس بهال مرسل. شنو تعامل الجمهور معك اللي يعيط عليك راعي محمد في الشارع وتحط عليك؟ يتصل لي نمشي دائما حق الفنانين هذاك انتم تشوفهم حد راعي فلان راعي فلان تسلم علي انا قاعد عييت نتلثم خايفهم لا يحرروني هم اليوم اللي نشوف الفنان اللي عاد تدرعه كانت ب 50000 يديروها ب 70 ولا 80. عندك بوتيك تشتري منه ملابسك؟ خالق عندي صديق اللي بعد اصلا نشري من عنده في مرصد كابيتال والله كليان لي. من درك انا كل بوتيك اللي تشتري من عنده يختار لك ذوق ولا تختار انت ذوقك انت؟ اختار لا انا هو اللي اختار ذوقي. محمد من اهل الرياضه والله انا قاعد دائما نشبرك عند استاد تبارك الله. الله الحمد ربي العمان فيها قال الحمد لله الله إلا من أهل الرياضة الكبار مولي محمد الاهي تقول إنه الشيء نعود نرجع للبيت الله. قد بار الأنوار نور الجعاء وقام بأمر الله جود اطلاعه أسكي فلا خير في المسير إلا ببابي أشرطة باتباع وأنا الموت البنيان الله الأسكي الموت البنيان وإلا على الأسين زين الخلال زين الرجال زين الفعال زين الأسامي ذاك النبي ذاك النبي الهاشمي ذاك الشفيع يوم القيام زين ذاك الله اللسك. محمد رانا رجعنا لك. محمد من درى الابناء والطافيلات كنت كانك تحترمهم بتوجههم الى عاد حد اتجه شو القرايه يا كانك تقنعوا على انه لابد لهم يخلط معها الفن والله كانوا الى قاس الفن هم اللي تقولوا عنه يخلط معها القرايه شنو الله والله تحترمهم بتوجههم والله الطافيلات اللي انا تريالهم فيهم الحمد لله انا طفلتي الكبيره الحمد لله اللي هي سلمان من تحمباره تبارك الله تقرا وخالطه معها الفن مولي ولمين مولي تبارك الله تقرا وخالطه معها الفن والطافلات الاخرات الليله هي ونفيس عليهم مولاه الفن ما فيها تعنوا يختاروا الله القراي من درك انك حاولت تقنعهم الله انا حاولت اقنعهم يا غيربا قلبوني قربوا حق محمد شنو هي الوجبه المفضله عندك؟ أنا راجل من أهل النعمة هوك خيرت نقول لا العيش وتغية والمون وديدي ودقنو سنقتي من دركة كانك تجبر الواقع يعدوا لهم في النواكشوط والله كانت قاع خالقة مرة منا قالت أنا الصلاة أرحم أنا أرحمك حق الله حق حق غير بعد هنا الواقع هنا هنا هنا, هنا وحدين منا مثال لا يعرفوه يعدلوهن وقتنا بقايتنا فيهم واللي لا يجونا ويعدلوهن محمد من أهل التاي تاي عادي عندي ماني من اهلهم عني بعد ولا هم ادفال ايوه هل هم ادفال صرنا من اهل عليك عاره تاي غلاني واجعه ما شفت منهم ذاك تاي عادي عندي قضيته ما 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 ما, ما لا بد لي مني من درك انك تعرف تعداله والله تعرف تعدالته محمد من اهل السياحه سياحه هاك انا طبيعي انتم تبغي الحق انا راجل من الموريتاني اللي على بابهم هذا خالق ياسر طاري ما هو ذوقي انا راجل تقليدي اموري كامله طبيعيه هذا قايل لك مولي هو الحق ما اعرف اصحابي قاعد يعرفوها لي والناس اللي تعرفني كامله تعرفها لي مالي من الخلق اللي ياسر من الرفاهيات الطاري مالي من اهله تلنديت في الصغر نعرف على اني كنت الحمد لله رابي الحمد لله ماني مخصر رابي تربية صالحة والدي هو اللي مربيني والدتي واجعة ما فقت عليها ومربيني والدي يغفر لنا ولو بادي والحمبارة وقطعا على اني قريت اللوحة انا صغير ويوم دخولي للمدرسة
هو يوم علام تلتي دنيت باطن في نهار واحد. سمعت هو طبيعي تربيتي طبيعية تربيتي الترك الأولى مقاطر كنت بلان عايل بالتراب الحامية ورابيه بليدة حامية قاد ينار هالنعمة. سمعت ونقطر في الشوك ذاك قاعد تتعرض انا جاي من لهيه ماني كيف تهاو التركل اللي اليوم انا كيف تم هذول اللي اليوم الحمد لله رابين تحت كلمات زاراته ولا يبعد خير فيهم. شو هذا اللي خلقنا احنا من امهم. السياحه اللي نقولها كان كانك في حالتك مشيت في ندويه شغل خارج تستقل السياحه تقيس بليدات فيهم السياحه تنزه انا سول منتي هذه كانت معايا دائما تمشي معايا لين نمشي لا انت ذيك الهوتيل اللي انا فيها مسكن فيها نمشي نعدل شغلتي لين توفى مهمتي نرجع جاي لوطني. ومن دراي كانك تعدل الراحه في الخريف الداخل كنت نمشي نقيس الداخل في الخريف. كنت عندي اخو صديق رحمه كنت انا هو دائما وشلامه الله بجاه النبي يغفر لنا ولوله امين ان شاء الله والمسلمين يرحمه بجاه النبي وقت اللي ذاك نعرف فيه من شمولك يجعلوا له رحمه وقضاء اللي هو الكبير والوالي والعبد الله. ومن ساعه قاعد مشى هو ما مهباس ما قط مشيت ابدا في الراحه وراه ولا هي هامتني. محمد شنو تعاملك مع جيرانك تشبرهم يدخلوا عليك تدخل عليهم؟ الله الناس شفت نواكشوط عنده شي خاص الناس ما تجابر فيه قبال واجعة عالتواحلة كاملة قاعدة برمدة مجمعة في بليدة واحدة وكلها عنده تلفون مكونكتي شد الأخبار قاعد مات الأخالي وذا كان يقلق نفسي والرأي ذا كامل ما عندنا في ذا الشيء إلا متماشين مع الزمن وتوب دين واسي مولانا كيف على ذكر تلفونات من درايك كانك عندك فيس وعندك واتساب وشنو تعاملك مع جمهورك والله على عندي وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك حق يعني وعندي واتساب. شفت الفنان مولي لا بد له من ذاك حد قاعد كيف تي انا فرض عليه من ذاك انا عندي واتساب بعد وعندي فيسبوك نتعلم على دميه فيهم. من الخلق اللي كونك تاي والله عندك اوقات تكون اكتيف مرة اكثر تكون اكتيف النهار والله تكون اكتيف مع الان انه كيف قلت لك نوع الصبح ونتي ونصطبح تدخل واتساب شو هنين ماني 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 غفيان ندخل واتساب نكون اكتيف ونخرص ونخرص فيسبوك ونخرص شطره. وتتعاملك مع جمهورك يمشوا لك تبادل معاهم الرسائل وذا الشيات والله الله محمد تقيس البوتيك اللي في زرك نقيسه كيف تدخل عليه وقت تشتري والله عندك العناء عند الفنانين لين نعود قريب من الدار لا نمشي حد يجي ولي ذا اللي ندور ما نمشي انا الكذب ما ناكله طبعا انا نعود انا كنت في سيركلاسيون وقت اللي انا قبل ابوش اللي والله نوقف حدا بوتيك نقبل ابوش اللي ما الشيء اللي بعد نبتو. محمد اللي تقول لنا ترى ذكر السادة المشاهدين أنني مرحب بالفنانة المتميزة اللي معانا وراء الكاميرا اللي هي بتيم تنقذي. خيار الزلاطين موتى والحيين لولا انت المسكين والطماعي مسكي حتى أمرت العويلين فيك متدري فيك متدري وفي مليان الزينين الخايل من صريب والأعمار والأعلى ايه سكي 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 حتى
ما دشن والدفاع وعيسوق الدراع حمدان للضماع والفرد اللاقب وخيار مبارك جاء سلطان وشرف ولا عمر ولا علي صرتك الا زين محمد تقول لنا شور شوي ايوه لا حد يشد لي قاعد شوي محمد يا دريده انا اللي يا ايدان يا دريده صرتك الا زين تبارك الله ها قدام زين ياك واعر تبارك الله محمد ما قد ينقال محمد قتلتنا بالهول هذا ما هو عادي به الزين تبارك الله محمد شنو قصة الأغانيك الساعة قالوا انك انت مؤبد على انك مؤذن لمسيد معين شنو هيك القصة هيك القصة الحمد لله انا والله اللي عيتنا ماني رسمي كنت ساكن في دار زر المسيد الحمد لله نصلي فيه دائما وقت المؤذن ما هو فماتي ينأذن أنا وقت فم يأذن هو سمعت قاع الناس يمنى يقول على أن عيت نقيس سيني قالوا أنك أنك في الأذان عيت تقيس شي من المقامات مرة تقيس سيني مرة تقيس رقا مرة الأخبار لكن لا بيوم أعلني خاصة في التشهد تمشي دائما قال أنك شور شي من المقامات لكن لا وقصة الأذان الذي الأذان هو فيها حد لا يأذن لها يأذن وتوب محمد ينحكي على أنك ما تركب الطائرة حق لماذا؟ طاري عليك رواية طلعت لي من 1997 كنت بعد نركب الطيار يا غربان اترك شيء باليدة كاملة كيف الطيار وكيف الاسانسير هذا يغلق نفسي وتو مرض نفساني في شمنار واقيش يطلع لهم وتو عادي بعد لا انه بعد من الذل انا ماني خايف تبارك الله ما طاقته ابدا وين ادوياتك في الخارج تسافر فاش شي بعيد ما نقيس وقع لا نمشي لا شورى المغرب والله شورى دول افريقيا قريب شي منهم بعد قريب نمشي للوتات الى تيتري تحج له ايش تعدل يقصر ويا اخرى يقصر نمشي بالطياره سوى الله الضغط ما ترى خارق منه ما انا محمد ما قد حجيت ما فت توفيق هذيك الساعه عليه تركب الطائره والله يا اخوي نركب حق احنا مكاملين
لكن ذا اللي قال له فاق وقع اصلا حماسي بالنسبه للفنانين كاملين. وهو اللي فيه ياسر من الارهاص وياسر من الشوعير فاقوا. والمقامات الاخرين هم اللي فيهم ياسر من الهول غير بعد ما هو كيف تفاقوا فاقوا فاقوا حماسي. محمد انا اسوي لك سؤال هنا جابر منه مشكله خاصه مع الفنانين. محمد اخلاقه انت؟ صرت اكيد اني صار حق. انا اخلاقي حامد رب وشاكر وعامل 1958. الفنانين ما يصارحوني في ذا السؤال. بعد ما غدالي اعطيني مولانا الحمد لله وراجي من عند مولانا لاني نعيش 100 زايده من السنين. ان شاء الله. ونعمه مولانا ما تنشحط. محمد رجيل والله ذليل. فمشي من رجولي وفمشي من الذل مولي. كيف عشان نوضح لنا ذاك. شي نخاف منه ونخاف منه. شي ما يخاف منه ما يخاف منه. غير بعد لا نقول لك الحقيقه ما كاتلتني رجوليه. شنو المسائل اللي هو قاع ما نعتبروه ذل خارج حد ما يتمونك مسائل، ما يتمونك الظلم والله الحركات والله ما يتمونك شيء روايه معينه. انا بعد نخاف من ذل المسائل لا نقول لك. شفت الجرانه هذه؟ جران الماء. جران الماء هذا؟ تخاف منه؟ ما نبغي حد يطرحها علي ابدا الابد ولا نقدر احكمها. والمسائل الاخرى ما غدالي فيها، لا جرانه. برود هذاك ثقيل عندي. محمد قط خلعت خلعه قط بقات معاك. كان قط انخلعت. خلعه بقات معاك تتذكرها. قط انخلعت بعد فعلا. انخلعت ذيك الساعه خبطت بوليزاريو للنعمه. انا يشير خلاقه. هي في النعمه. صغير بعض يشير خلاقه نقول لك صغير بعض مثل. ديك الساعة في النعمة خبطونا بوليزاريو الدحميس من النهار. والله إلا انخلعت. تالب إن ياسر من التعمار من فوق البهقر سمعت وخلعني ذاك. حاجة اللي ذاك النهار انخلعت لين ذاك. قرشت على إني ما قرشت على إني كل ليلة ماني لين الحق حي. هلا الحق؟ خلعت خلعت. والله محمد الله تقول لنا الشفاء. صيد مولاك يا المتولي ويك صيد مولاك يا المتوليك يا سقنا اللي جاك من طامع يطمع فيك حرفت فينا مراك وحلفنا في ابيك وخافت هي من ذيك زاد اللي زاد اللي هي زاد اللي تعرف ياك الصيف الله اسكي حتى ولاد من قال جبر طرب ولاد من قال جبر طرب قال جبر طرب ما بتنبت قوطن ما بتنبت غوطنا والله لك اول الكذب والله لك اول كذبه 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 مولانا ما هم كونا يا يوم لا اله الا الله يا الناس انا خايف قولوا لي
محمد القدام الله اللسكي انسى حتى محمد ما هو عادي محمد قتلتنا بالهول تبارك الله محمد تستمتع موهبة ما هو تستمتع موهبة ما هي الفن شن هي ذيك كانك عند تتقن عمل ثاني ما هو الفن اللي هو أنا فيهم ورخلة الرياضة نتمتع بها نعدل أصلا قط مارس شي ما هو الفن تمولي شوي الشارع هذه حق الله غير بعد اللي عنها ياسر الزمن محمد من الفنانين اللي يعودهم خلطين عمل مع فنهم والله مكتفي بالفن لا الفن تجبر واحد منهم تجار تجبر واحد منهم فاتحين بورا استاجر ما في بعد ذيك الروايه به اللي الزمن يقبل قبلتين شوي لما لما عرف وصل الناس اسحاب المشكله قايل انت انا بعد من عندنا العبد وش اخر ذاك ظاهر لي من ترى اذا تيت تتوجه لك قلت انك تصلح من الاعمال اللي يتخلط لا لا التجاره التجاره حق محمد من دراي كان قابل للفن كوسيلة عيش والله محافظة على انه التراث ومن دراي كانك جبرت وظيفة كبيرة لا تتخلى عن الفن وتخلي الفن قام ما نقدر نتخلى عنه الى ما بقيت وظيفة ما ريتها ما نقدر نتخلى عنه اللي هو تراثنا والتراث ما نقدر نتخلى عنه نتخلى عنه الوغد الناس قاعد شي منها ما قدالوا فيه وخالق شي من الناس بعد الحمد لله ما زال خالق ذا قاعد ظهر لنا ذو الايام الفايتة كاملة لانه ما زالت الناس الحمد لله سوى عليها بالتراث والتراث لا مدة تم عس عليه محمد شنو هم المجالس اللي تقعد فيهم فراق عليك الوقت نقعد مع أصحابي ومع أهالي وأخوتي عندك جماعة تضحكك تلهيك عندك لها وقت معين قص أصحابي نقيسهم ويضحكوني ويجوني من اللي زادهم ونجابر وخالق شفت الإنسان خالقنا أصدقاء عنده هو اللورا لا بد له منهم ما لحقهم شيء وخالق المولي الأصحاب الآخرين اللي المعرفة والروابط الأخرى العلاقات اللي على 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 على, على الفائدة وعلى الهم وعلى القرض بين في اللي يقول ولا بلو معنا معلوم عاد ودي بالجد راي كل كتاب عنده فوق وخر مطروح بل اللي منصوص واحد بل اللي منصوص واحد وبين اللي مشروح من السقرة مات الوطا ويصر مكان كل طوطا من السقرة مات الوطا ويصر مكان كل طوطا ويقدر من الأخلاق من الأخلاق حوطا والبيق على الروح وعلى فم جرح يا وطا جرح يا وطا يا وطا يا وطا ما حس المجروح من خلق الدنك يا يا ها 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 اسكي حتى خلق الدنك يا يا لو كامل
مفروح هذا لا يجي مقيل وهذا لا يروح. أترك الشكر. هذا لا يجي مقيل مدى تقول لنا الشور هون محمد لا تقول لنا الشور هون تفهيب الله ان شاء الله عسري زين حتى وناقع فاضي تبارك الله وفارس الشد ما قضيت عنه كله كفت بارك الله ولا قرر يقدر فرع لنا نقوله محمد لنا رجعوا لقضية القراية قبيل قلت انك بدأت بقراية المدرسة ولا القرآن الأول قريت القرآن الحمد لله بالشكر الله في النعمة الله الخلاقة في النعمة وبدأت من فهم تتعلم التدينيت يوم تدخلي للمدرسة هو يوم علامة التدنيت حاجة اللي يعني لين جيت القايلة مشارها ميدي مشار المدرسة حاجة اللي عن والدي يعطيها الرحمة والغفران رحمة الله يعلن وعليه قال لي لحقته طارح التدنيت في الشمس مقيدها في الشمس وقبلها وتبارك علمني البريم البرمة هي الأولى وراعيها هذا أول شيء بدأت به الله زينة إيك ساعة عندك كم السنة؟ عندي 6 سنين وقنيت أنا ذاك الله قنيت كان وقت بدأت أقنى بالمدح مدح النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أول بيت قنيت الله يبكر شنو؟ هو أول مدحة نمدحها بها هي بمدح النبي أقطع زمانك ترشدي بنظم ونذر إن أطقتم صرمدي هذه أول ما تعلم هذه حق شهر عاشور تحت والفاطحة وبحيرة ايه ما خبرك من درين تنادي في الخريف كانك جلو كل بلايس حد يمشي لها في الخريف كنت دائما عيت نمشي لها عندك لها انت الخريف
عام الاول عندك بالحوض انت قستو السنه في هذا العام الاول في الاستغلال استغلال غير بعد الخريف اللي عنه خريفي والله ثنتين خريفتين. محمد متذكر اول حفل كبير تقني فيه؟ اول حفل كبير في بدايه فنك؟ اول حفل كبير اول حفل كبير قنيت فيه انا الشير صغير قنيت فيه حفلات الاستقلال في النعمة ومش الرؤساء يعني جينا الرئيس تقني حق ذيك ساعة حاجة اللي دركت المختار ولداد ده بعد مشيت تالي النعمة حاجة اللي علني بعد حفلته قنيت فيها أنا الشير قام عيقاون الوالد يرحمه الناس الأولى الكبار محمد راح تقول النشي زرق ويز الزقال حد ما يدوب ولا عندوم هل طلع راني مريح حق ذوابهم الكريمة مت عبد العزيز هقل هم قجل البوها هقل هم تصدهم اللاب والله قال له زرق ويز الزقال حد مجذوب ولا عنده وما هو بعيد من المقهر بعد عنده خيمة معلومة خيمة عبد العزيز جر الدار وتقلاب الصفر والبود الوقرة والصمار بسمع شيعة بسمع شيعة ما تموم لكن شئت ما يضر على السم ومخدوم شعر لا جاي انتظر يا ما هو عارف شنو ولا سبات السبة تجبر لكن جاي تلو وما ما يخطير جنجبر ابيض ناعم يتموم والله تصرة تذكر للعار والملموم للي غير ما تنتر والله عشرة مقعوم مرحولة والله زاد مركوب والله مخزوم سكحته ما بعد الا سكحته الله الا تمام الشكر الزين باط الله محمد لا تقول انه الشهر سكحته والله عقلي من جحدان وفات مرمد وش حد سكحته
الله الله اسكت حجر خاطري يغتير وحش الساحل والبرد ايوه تجعل له فيه الخير يا الواحد والحد زين حتى حجر خاطر زين حتى محمد شنو هو جانب المشاهده عندك يا كانك تخرص الاخبار والله المسلسلات والله الافلام الوثائقيه جانب المشاهده في التلفزيون جانب المشاهده في التلفزيون شنو لا لذاعة التلفزة نخرص فيها لا لذاعة والله الهول لا عاد الهوار زينين عندي الفنانين ينهولوني كاملين خرصوا لكن لا يقولوا كاملين هول من هو الفنان المتأثر بي حتى قليل حتى بارك الله ما ينهوني أنا صرنا عندي قاع فنانين ينهولوني حتى حق الله والله ماني ما قد سلمهم لا على نفس الشيء والله اللي فيهم يعتلي نهوني حتى محمد شو ما يصير عندك كل الفنانين والهوات اللي حامروك تعتبروا نجاح والله بالنسبه لي نعتبروا نجاح لي والله حد يحامرني كامل لا اذا عني النهول زينه عندك اقول لك من الروايه ما خالق فنان ما يحامر حد يا طبيعي حد قال لك انه ما يحامر حد كان وما يحامر قاعد للفنانين الكبار شفت انا هذا برضه لي نقول نحامر حد بدايه فنانك صغرك كنت تحامر حد يحامرني انا خاصه حد في البدايه قال لك انه ما هو لايق من فنان كاذب هذاك حق بعد قال لك انه جايبه هو من بنات فكره اصوات لي في بدايه مشوارك في الفن مستسقير تعلمك الساعه كنت تحامر الوالد والله ذيك الساعة حامر ضايق من الوالد وعندي خال مولي كنت اصلا ضايق منه ما زلت قاع قال له علو اللي يدم حق الله كنت تحامر محمد تقيس المؤسسات العمومية كيف صنعوا لك وكيف الماء في حال تنقطع الماء نهار تركب وتتك بكل حرية وتمشي وتجي والله عندك حد يمشي والله اللي نقيسهم انا الله اللي نمشي انا حق شورهم ونطلبهم على انهم يردوا لي ويردوا لهم يا ويواسوها ويا ولي وحدين يكذبوا علي شنو تعاملك مع شنو تعاملك مع الجمهور انت لحقوه فم يحصر عليك راعي محمد تم كله يسلم وكله يدور يتصور والله والله وحدين والله شنو الناس يتلقى لي الحمد لله الناس تتلقى لي قاع كامله فيها اللي ما ترى فيها ما وش متعدل الفنان هو اللي عنده شيء يخص به حق فرض عليه ودي كبير عند الناس به اللي هو كبر الناس دارها على راسه لا قلت شغل الشيخ محمد فاضل قالوا له الملاك يا الناس تحبوا يدق قال لهم ما حبت الناس يدريني حبينا روسها حتى انتوا ما قدرتوا ما قدركم الناس اللي قدرتوا الناس اللي قدرناها اذا عن لابد انتوا ما قاعد الفنان يربطكم ولا انا بالناس المعلومه يا معروف الفنان تشوفه دائما مع داخل دار كبير جاي وحد كبير اربطكم ولانا بالناس الكبار الفنانين مولي احنا هم بلد الناس المعلومه تجمع اللا عندنا توكل اللا عندنا وتلتها اللا عندنا مات هذا ما هو طاري وديارنا دياره وخيامنا صلنا سابق قاعد ديار خيامنا خيام الناس كامله تجابر فيهم الناس كامله الا شي متعدل وش مونك ولا فهم شي ما هو شي طاهر ما ولا لا ولا ما في شيء كبر من قد محمد جابر عندنا الناس على الهول حق بعد الله محمد ليلة ما عندك هول وليلة ما عندك ندوية ترقد انت انا من ليلة ماني منادي نرقد فيه وقتي انت من الوقت ما تود بعد علي 11 ماني سرلي محمد الناس تفضل فصول الزمن من درك كانك من اهل الشتاء والله الخريف والله الصيف شنو الفصل المفضل عندك انت؟ اقلع علي الخالق الشتاء الشتاء ابدا منها زين عندك جو الشتاء والله محمد له تقول انه الشيء تنقهر من الجزاو جزاو يا الجزاو لو تنقهر للرمل فيا كالحب قلت لهم كلمات وشاو الى صرحوا راهم صرحوا
عتروسي الرسول قد ذكراعو هذا النجع الموسي موسي مهنا هو قطاعو مهنا هو قطاعو زينك عليك شو شوي المزواري والعتروسي ايوه الرسول قد ذكراعو ها هذا النجع الموسي موسي ما أنا هو قطاعه ما أنا هو قطاعه سكي حتى فين حتى ايه قدام زينك حتى زين حتى محمد انا رجعوا لقضيه العمل وذا الشيات خارج من الفنانين اللي نعود فنان كبير ومشهور يعود يتخلى عن ياسر من الاعمال اليدويه وذا الشيات من تربي انك راجع من الحوض يا كانك تحلب وتسلخ ما نحلب ولا نسلخ نذبح حق الله نذبح الحليب مو اللي صار كنت نحلب عييته لبعيز البقروة البل ما قطع ما لي منهم لا لبعيز اصلا عييته نحلب حاجه اللي يكساحني الشاشره واجعه له نقولوا شوي من سرنا ما هو في بيوت الفنانين بعد ان شاء الله عودوا لهم اهلهم سمحوا لنا كنا نسرقوا البل لبعيز نمشي نحلب اذا طبيعه التركه كامله نقيسوا الناس يجوا لدياره نحلبوا معيزها ما جاحدينها عنهم يسربوا البل هذا قطعا هذا قطعا من ضمن البطش اللي كانت عند الشباب في السقر تذكر شيء ثاني قلنا رانا لك الحمد لله بهم ان اولادهم يضروا لله سامحون محمد لا تقول انه مشاو بنا الاسئله كاع عن الفن لا نقص البتيت وفي ذاك لا نحكي هون طلع شريف يا مولاي عبد الله مولاي الحد سلم خيرت والله هي طول لنا صف البتيت شوي بما ان قسنا البتيت طول لنا فيه شوي تقدم وجيت اغلظ من الانظار مع ما تلفظ خاسر يا غير لا تقبض للناس المعلومه بشجام ودي بحلمك اطن قبل افضك بين الناس وهمام امور وقلبك ما يلحظ الخط اللون والقدام واللي عداك وطلع قض وتوخر عنك بالتقدام بيك شريف ومعلوم يظهر لي عن يحميك القسام حمايه وتم تخوض بالخيرات ولا فيك اعظام ولا فيك باك نعظم حظ حتى على عظك لا تهرام والبليد الله ما ينعظ منها كون العادل قدام انت قدام ليلك الساعة قبل ما هو ركب وإني قلت صحته اللي بجاي النبي يشفينا ويشفيه وطول عمره لنا نوبة طويلة من الدنيا قال له حناني قال له متوسل لك باسمك يلا حناني ورسيلي بولا اشتري قال له قاعد زين حتى قال له متوسل لك باسمك يلا العظيم الغني الكافي الشافي تشفيلي ضلة باسمك يلا ذاك الشافي قمت انا وقلت لهم اطلع قلت له انا سلم له يا ربي وذنيه الثنتين سلم عينيه الثنتين وسلم رجليه الثنتين انت يا الكافي ويديه الثنتين لعاطيها الا سلمهم يا الشافي متوسل لك باسمك يلا العظيم الغني الكافي يا الشافي تشفيني ضل باسمك يلا ذاك الشافي اعمل لي كسكي حتى وقاع شريف وظريف اصل حق وهوى شريف وظريف بطل حق وهو خفيف بسد للطمع والضعيف قدام زين ولا وحالي ودار ودار الصيف خريف دار البرد جوار ودافي
لك اسمك يا الله العظيم القني الكافي الشافي تشفي لي ضله باسمك يا الله ياك الشافي الشافي تشفي لي ضله باسمك يا الله ياك الشافي سلم له يا ربي وذليك السنتين وسلم عينيك السنتين وسلم رجليك السنتين انت يا الكافي ويدي السنتين العظيم هلا سلموا يا الشافي متوسل لك باسمك يا الله العظيم الغني الكافي يا الشافي تشفي لي ضله باسمك يا الله ذاك الشافي الشافي تشفي لي ضله باسمك يا الله ذاك الشافي اسكي حتى اسكي حتى القاف قايلو حناني وطلع قايلهم انت طلع قايلهم انا اسكي حتى محمد شنهي البلايدة اللي ما فت شفتها خارج والله في الداخل وترقى في زيارتها في الداخل بداخل خالقات دشرتين ما قد شيتهم شنهم والله قاعد ثلاثة خالقة تمشي قطي واجع ما قد شيت وخالقة باركيول ما قد شيت وخالقة عين فربة هذي واجع الثلاثة ما والثاني من موريتاني كامل شيت ثاني حاجة اللي قد شيت بعد أسلم منه بعد وهذا المناطق الثلاثة ما شيت أو بعد البليدات الثلاثة بعد من ترى كانت ترقى في زيارته الله اللي نبقي نجيهم كاملات هذو بليدات زينات وهلهم زيني ونبقي الله نجيهم بعدان محمد وشنو هما البلدات اللي في الخارج ما قد جيتهم تبغي تقيسهم ياسر من شي دول يعني وازين انا قد قست بالخارج قد قست المغرب وفرنسا والاسبان دول افريقيا جيت للسنغال جيت للمالي جيت لكوت ديفوار جيت لبوركينا فاسو بما انك راجل من هالحوض ما ترى كانت عرك لام بامبارا شوي لهاك اللي بعدنا فهموا شنو شحال ما نتكلم بيه الاقصام ماني اخباري بيه غير بعد عيتنا فهم شنو شحال الصباح ها شحال الصباح شنو يعني صغمان والله يعني صغمان محمد تقول لنا حكايه وشور في البتيت محمد لاهي لا تقول لنا الشعر هون ايه القدام اسكي حتى ذاك واعر
الهمال من دندلي كل الهمال من دندلي كل الهمال من دندلي يا وني أحيا وني وني ولا وني محمد لا وني ذكرتك بس بوني بزمن فايت مشيت بينا بعيد محمد ما اعرف زمن هون تو انا والمرحومه لا جماعه تحي مع مي الدين من قولوا دائما الشهر حق والله مشترك دائما هاي ذكرتنا بياسر محمد بما معروف عن الفنانين ايمارو التماري اللي يقولوا لأولادهم وطافيلاتهم من درى كانك حضرت من ضمن الفنانين اللي ما مال انا والله ما قط ماري تحد لي ابدا ما قط ماري تحد قط ماري لا لمين قلت لهذا القافي اصلا هذا القافي برك اللي اختار ذكر الساده المشاهدين على اني مرحب بالفنانة اللي التحقت بينا ضرك اللي هي الفنانة والشابة الأمينة مت محمد الحنبارة رانا مرحبين بها انضمامها معانا في الحلقة قط سقط قلت لها هي اللي نقول لك ساعة الأمينة هافطني عني غيرك والله ما هو فني هي صغيرة ترى وطاري ما طاري ذيك الساعة حش اللي ذاك طاري ما طاري والله ما طاري كنت في الله إلا حق أنا تسكرت تمال قال السيتو الصلح متانا مولانا الطاك لي أنا بعد أنت تبقي ما تبقي ما أنا وأنا ما نبقي ما تمالي كن أنا أنا لا ما يقولي لي هي ما فاش نسيت فاش قال بعد ريوس مازال ما تقدر تقول إنه هون شوي ما تلحق اللي الحق في هذا القى طاري ما طاري كون انت والله ما طاري كون انت بعد اخوي فقراش قال لي مزال حق ما نقدر ننسى والله اصلح متانا مولانا الطاك لي انا بعد انت انت ما تبقي ما انا وانا ما نبقي ما انت نقول انه من نقطه شوي طاري ما طاري كون انت والله ما طاري كون انت اصلح متانا مولانا الطاك لي انا بعد زين حتى محمد لاهي نطرح لك سؤال والله اثنين وتقول ان حكايه وشور وختمه لا نرجع للوجبات قبيل قلت انك انك تختير وجبات تقليديه شور نحن الحوض الشرقي من درى الوجبات العصريه اللي هون تعدل هونت ايش تذوق منها هون زين عندي مارو الحوت وزين عندي سبوكانديان نخلي مافا فاش مافا زين عندي غير مافا احنا نقول له مارو تغيد قلت ما نقول له مافا ما دلنا مشيت من الشغل مشيت من الشغل لا مارو تغيد هي النعم ونقول له هي دقه دقه شو واسع عندك مارو تاقي تقرته أحيو قعد محمد مارو تاقي تقرته كانت سالني وعدلوا يعدلوا في نهار بارد نهار بارد ونطيود فيهم الحرور جابا كرني هلا هلا جابا جرارة خليت صنبالة راهي وراك بعد اللي تندار سكن النزاهة حتى حجة النزاهة من درى دقنو كانوا زين عنده والله سنقت دخلوا ذيك الساعة قط جينا لولاته وسقاوهن شربنا حاج اللي لأنك النهار ما فقنا على الشيء ولي ترقوت ذاك بعد حق هو يخضر قطيك الساعة مشينا في زيارة الرئيس شور ولاته ذيك الساعة وكان في برنامج عنه لا هي يقيل شره
شرب اسكن انه لا يخاف على ولا تول النهار ولا يقيل شرب اسكن. وهم هالولات لا بد لهم ان يقيل معاهم ويقيل معاهم. قاموس قاهو دغنو ولا لا يشرب ورقد وعاد البروتوكول ما يقعد ما هو قادنا. وتم راقد 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 لين وصلى الله حد وعى. قال لي الاخبار شنو؟ قال له راجل منا رحمه ثاني رحمه شريف منا ما سالم. قال سيد الرئيس ذاك شقال دغنو دغنو باخذ سيد الرئيس قال ذاك شقال دغنو. محمد والله الحديث اللي ان شاء الله زين وشيق ولا ملينا منه تبارك الله. يا قاري الوقت لا يرحم لا تقول لنا حكايه والشور في البتيت. الله قرديدي والاستاذ اقول للعربي قال ليلة الأربعة في السقف ليلة الشهيرة ما تخفى السقف. تعرف شنو نقولوا احنا في الكولاج؟ اي خيالي اي نضرب حراك نقولوا لاش مثابة صلو السقف بمثابة بيت المخزن نقولوا لاش المخزن ندار فيه الدبش من دراني سورة كان عن كتو كانك تعرف اي لا رانتري وفلي اي بل كويزين اي كنت مع السيتة ظلقة العربة دوش زين حد ظلقة قال ليلة الأربعة في السقف ليلة الشهيرة ما تخفى ليلة رجب ليلة صدفة الأخلاق من ونست الأبصار ما فيها من لحفة ندفة وفطن عنها ليلة تنزار وعدي زاد بليلة في التالي من الأقصار ليلة الأربعة صقع لين ختم بيه شهد واردي انا بادي والحنبار الراجل قال له للبيبا وللسيد من هالاله كان يكسع الصندري في الحوض كانت فايت سنع على الشورب قصته والله هي شنو قصته؟ هو صديق الوالدي ايوه ويعرف في ياسر مش متعدل وفكت اله رجع اله الارض لهالاله هاد بادي صيف طب ذا الشور قول له لبايبه للسيد لبايبه للسيد حتى لا كتنا قصة القصة ما قطينا سمعنا قصة بريقة شن هي بريقة اختي انا اكبر مني بي امي هذه من تبادي والحنبار ذيك الساعة هي خلاقة ضعيفة وني ترى مشاشرة خلقوا ضعاف ونسميها هو بريقة بريقة عايد نوع من الطيور طيب الله يعرفه و تا
طالت عليه امها حقلم تباش يرحم موت انا ارحمها طالت عليه ومشات وعاد متوحشها ويختارها لا ترجع برج بريقه هذا الشهود عاد يقول لها يجمعك يا بريقه مع امك اه من الشهود حق مخل امك ما طمك طمك اه يجمعك يا بريقه مع امك مخل امك مخل امك ما طمك ما طمك طمك هي شدوا لعمها محمد الامين والاخبار وتركتها قام ذاك ملي قاعد يقول لها برايقه كنت شورى بلاد اللي هو محمد الامين ما فيهم يا برايقه همك حق مد الله الوقت زاد يا برايقه ريتي بن عمك حق شنو الكلمات اللي بقيت تقدم في هذا البرنامج؟ أه لا شاكر الشعب الموريتاني كامل. شو ماسي عندك الحلقة؟ أنا عندي هذه الحلقة زينة. شو تختار تقول جمهورك على أنك لا يطلع عليه من جديد تبارك الله؟ شو تختار تقول جمهورك في ذي الحلقة اللي لهي؟ نختار نقول لهم لا لأني وتوه إني مسلم عليهم كاملين. ونختار مولي نقول للشعب الموريتاني نوصل له رسالة هون. لاني زين عندي ذاك العدل معانا احنا الفنانين كاملين ذو النهارات البايتين ذيك الوقفه اللي عدلوا معانا كاملين زين عندنا ذاك اللي خلق فيها كامل معنا ذا القاع اللي مع مسبب ذا كامل رقاش مجهول ولا هو عالم العلماء حشامهم ذاك ما يقولون واحنا ما بيننا شي معاهم باللي العلماء خلافة الانبياء واحنا نحترمهم حتى ونعرفوا على انه ما هو عالم باللي لو كان عالم ما يقول لا لا شم تركب انضيات وشاكر بعد الشعب الموريتاني على موقفه ذاك كامل وشاكر الحكومه الموريتانيه على ذاك كامل عدلت وشاكر العلماء بصفه عامه كاملين اينما كانوا ذا كامل عدلوا وشكرا شكرا مشاهدينا الكرام لم يبقى لنا سوى ان نودعكم ونودع ضيوفنا الكرام وعلى رأسهم الفنان الكبير والمتميز القانع عن التعريف محمد والحنبالة. هذه الحلقة كانت جد جد ممتعة حضورا وغناء وعزفا وطاقما وجمهورا كان معها الفنان المتميز محمد الحنبالة. راني شاكر الفنانتين اللي كانوا معانا وراء الكاميرا الفنانة الكبيرة المتميزة الغنية عن التعريف أيضا بتي من تنقذي والفنانة المتميزة والشابة الأمينة من محمد الحنبالة. راني الطاقة شاكر الطاقة من اللي شرف معايا على الإشراف العام سيدي محمد كوناتي وعبد الله والزيدان وعلى التصوير سيدات والحمادي وهذه تحياتي محمد يسر لكل سيدينا والملاي الحسن وشكرا لك لنا بقاوة مع وزن حق أمود زاد وشربت على حق
ولي ها هاي هاي شوف شوف أنا سمعتي خليك وصلني أنا ولي عدل المونتاج أنا قميص شو